يا مني كل سنة طيبة يا حبيبتي، وعقبال المليون سنة جاية ليك يا رب، سنة سعيدة عليكي وإن شاء الله السنة الجاية. قال لي لسه 25 أنا بكلم بعبرك عشان السنة الجديدة، وبقول لك السنة دي ليكي أحلى من كل السنين اللي فاتت إن شاء الله بإذن الله يا رب. وعايز أقول لك سكر محل محطوط على كريمة، كعبك يا مني والله على القيمة، وتجيلي تلاقيني لسه بخيري، مش هتبقي لغيري غير مني مفيش. سنة سيد عليك عليك يا منى يا رب، وحبيبتي ربنا يكتب لك كل الخير في حياتك. انا بحبك جدا وانا كمان بحبك جدا حبيبتي. شاركت الفنانة منى فاروق متابعيها مقطع فيديو جديد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستغرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظهرت الفنانة منى فاروق بصحبة المطرب عمرو كمال في أحد الفيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. ظهرت في الفيديو كان معها المطرب عمر كمال، وكان بيوجه لها رسالة وهو بيغني أغنية سكر محلي محطوط على كريمة. وعلقت منى وقالت مع عمر كمال: ترند مصر حبيبي، سنة سعيدة عليك وإن شاء الله على طول في نجاح، واللي جاي كله يكسر مصر، وأحلى مفاجآت قريب، خليها على الله دعواتكم. كان أحدث أعمال منى فاروق مشاركتها في مسلسل رحيم بطولة النجم ياسر جلال ومحمد رياض، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة. تعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التي أبرزها مسلسل الأب الروحي، وتعود تلك التجربة هي الثانية لها من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، حيث شاركت العام الماضي في مسلسل ظل الرئيس والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا. وشاركت منى فاروق في عدة أعمال هي مسلسل الأب الروحي من خلال الجزئين الأول والثاني، كما شاركت في مسلسل رحيم الذي يعرض في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا، حيث لعبت فيه دور زوجة أخو ياسر جلال، بالإضافة إلى اشتراكها بمسلسل ظل الرئيس. وشاركت أيضا في مسلسل قيد عائلي بجانب عزة العلايلي وميرفت أمين وبوسي ونضال الشافعي وعدد آخر كبير من النجوم من إخراج تامر حمزة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب للقناة. بشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.